احلى حاجه عملتيها انك جيتي والبت كنت مش هنا. اه لما بتيجي وهي هنا بتتلموا لي كده على بعض وتقعدوا لوحدكم وتسيبوني في اسرار على طنط معادل. ده حضرتك الخير والبركه احنا نقدر برضو. ده انا بيني وبينك الاسرار طبعا. ده انت حبيبتي يا طنط. عامله ايه؟ الحمد لله. عامله حته كيكه شوكولاته اجيب لك حته. وانت هتقولي لي على الكيكه بتاعتك؟ هاتيها. ها ايه رايك؟ تسلم ايد خطيره. الف هنا. انا اقوم انا بقى طنط عشان الجو اتاخر. لا استني شويه خليكي ما شبعتش منك. لا انا بموت في قعدتك انت عارفه. طب استني استني ما دوتيش انت الزلابيه. طنط كفايه كده بجد مش قادره وعشان وقت اتاخر بجد. اه يا حبيبتي عندك حق صح. لا لا يلا استني. ما حكيتلكيش على عمك ابو عادل عمل ايه امبارح. ازاي تنسي حاجه زي دي يا طنط؟ ده جه يا اختي. اه يلا كفايه كده عشان اتاخرتي. يلا طمنيني اول ما توصلي ما تنسيش. ماشي يا حبيبتي بقى. يا بيت ما شفتيش يوسف عمل ايه امبارح؟ زعلني قوي. خلي بالك كنت هكلمك اشتكي لك. اذا انت كنت كلمتيني على طول. بس كنت قالت لي انك نايمه. تخيلي عمل ايه. وبعدين طيب يلا بقى خلص روحي بقى يلا عشان الوقت اتاخر. في ايه ماما تزعل مني. ماشي يا طنط بقى. ربنا يحافظ عليك. يو نسيت اسالك اختها عملت ايه. بنت يا ايفا. ايوه طنط. نسيت اسالك على اختك عملت ايه في الكليه. الحمد لله يا طنط قبلت الحمد لله. طب كويس الحمد لله الحمد لله. التقديم امتى ما قلتليش؟ بعد اسبوع يا طنط. طيب ربنا معاها حبيبتي يلا عشان ما تتاخريش. ماشي يا حبيبتي. ماشي بقى. سلميني على ماما. حاضر. وبابا. حاضر. واخواتك قولهم يجوا لطنط وحشوني. حاضر يا حبيبتي باي. يلا بقى عشان ما تاخريش. يا ايفا استني اجيب لك حته كيكه لماما. اوعي تمشي. ملهوش لزوم يا طنط. مش تعرف ان كيكتي احلى.